حرص سهيل الشميلي طبيب المنتخب التونسي على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب نظيره في الأهلي للإطمئنان على حالة علي معلول لاعب الفريق الذي خضع لبرنامج علاجي خلال الفترة الأخيرة عقب الإصابة التي تعرض لها بالتواء في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام كوستاريكا وديا مارس الماضي في فرنسا. تضم معلول في تدريبات منذ عدة أيام استعدادا لمباراة الترجي التونسي بعد غد، اطمأن طبيب التونس على جاهزيته أو جاهزية معلول بعد أن ترددت أنباء عن تجدد إصابة اللاعب في تدريبات الأهلي.